أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل صلى في جماعة ثم تذكر في أثناء الصلاة أنه لم يصلي الصلاة التي قبلها، فهل يقضيها بعد الانتهاء منها، أم أنه يعتبر الصلاة التي هو فيها في مقام الصلاة الفائتة ثم يأتي بالصلاة الثانية؟ إذا تذكر عليه الصلاة الفائتة يقطع الصلاة اللي هو فيها ويأتي بالفائتة أولا التي قبلها ثم يصلي الحاضرة، لأن الترتيب واجب. وإن أكملها على أنها نافلة، إذا أكملها على أنها نافلة ثم إذا سلم يقوم يأتي بالأولى ثم يأتي بالثانية بعدها فلا بأس. نعم، فهو إما أن يقطعها وإما أن يكملها على أنها نافلة. نعم.